السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا الدروس اللي فاتت ازاي نتعامل مع الـ QGIS وازاي ان احنا نضيف ليارات او ان احنا نضيف خرائط من مثلا جوجل مابس او من اسري. دلوقتي بقى عايزين نشوف ازاي احسن الجودة بتاعت الخريطة اللي احنا عاملينها. فلو جيت هنا في الفيو بلاقي حاجات اسمها ديكوريشنز، دي زي الجريد والسكيل بار والايمج، هناخدهم واحدة واحدة. اول حاجة عندي الجريد، تمام. الجريد هنا مش متفعل، اللي هي اللي انت تشوف خطوط طول والعرض، ودي بتساعدنا عشان اعرف المكان اللي انا بتكلم عليه. فهفعل الانيبل جريد واقول له ابلاي، تبدا تظهر معايا الخطوط بالشكل دوت. ممكن اخليها لاين او اخليها ميكر. ميكر يعني ايه؟ يعني اجيب لي نقطه بس كده، ايه التقاطعات زي ما انت شايف كده، في تقاطع هنا هنا هنا، تمام. وده الرمز بتاعها، ممكن تغير اللون بتاعه لو انت حابب، اختار لون تاني بالشكل دوت، تمام، او خليها لاين ابلاي. طيب هنا هتشوف المسافات من كل خط والتاني سواء في الاكس او في الواي. طيب ممكن اقول له اعمل لي اكتف للراستر لاير، وممكن اقول له درو انوتيشن واقول له ابلاي، هيبدا يظهر عندي رقم الخط سواء في الافقي او في الراسي بالشكل دوت في كل الخريطه. تقدر بقى تتحكم في انت عايز انوتيشن دايركشن هوريزونتال، لا انا عايزها فيرتيكال، يبقى الرقم هيبقى فيرتيكال بالشكل دوت. وهنا الفونت ممكن ان انت تتحكم فيه زي ما انت عايز، وهكرر معايا الفونتات دي في كل حاجه احنا هنتكلم عنها بعد كده، تمام. المسافه من الماب فريم من هنا قد ايه، ممكن تقول له مثلا خليه 1 2 3، يبدا يبعد شويه عشان يتقرب بشكل افضل. طيب ممكن لو انت عايز ان انت تشيلها خالص، هتيجي عند جريد وتشيل الدرو انوتيشن ولانبو جريد وتقول له اوكي اوكي. طيب الفيو هنا هاجي هنا واقول له انا عايز السكيل بار، هفعل السكيل بار اهوت، هيبدا يظهر عندي بالشكل دوت، بحيث ان انت تبقى عارف السكيل بتاع اللوحه بتاعتك. زي ما شفت كل ما بتبدا تعمل زوم بيتغير خالص. طيب هاجي هنا في الدايركشن واقول له سكيل بار، تقدر تتحكم في الشكل بتاعه واللون بتاعه. والاوت لاين ممكن تدي اللون هو كمان. دي الشكل دوت. الفونت تقدر تتحكم فيه. اوتوماتيكلي سنابت راوند نمبر، لما تيجي تعمل زوم ما يبقاش 410، لا يبقى 400 200 وهكذا، يبدا ان هو يشوف اقرب رقم صحيح ويروح له، تمام. طب انت عايز تحطه في السنتر مثلا، او عايز تحطه تحت خالص، تمام، فتقدر تتحكم في المكان بتاعه. وهنا المسافه اللي انت هتسيبها، المارجن قد ايه. طيب نروح تاني للفيو والدايركشن ونشوف الايمج. هنا دي صورة انت بتختارها، تمام، يعني لو اخترت اي صورة هيحطها على طول، ما فيش مشكلة، تمام. ابلاي اهي، والسايز بتاعها ممكن تكبرها، والمكان بتاعها هتبقى موجودة فين. طيب من الفيو وهقول له انا عايز النورث اراو السهم بتاعك، تمام، ممكن تغير اللون بتاعه برضو، تمام. وده الخطوط الخارجية من الشكل، نخليها احمر مثلا اي بالشكل دوت. السايز بتاعها تقدر تكبره، ممكن تحط رمز يعني اي ملف اس في جي، ممكن تختار الانجل، تمام اهو، تمام. البليسمنت هتحطه في انهي اتجاه، في انهي نقطة في اللوحة، حطيناها هنا لا متعارض مع حاجة تانية. هنا التايتل بلوك لو عايز تحط اسم للوحة، تمام، يبدأ ان هو يكتب لك الحاجة اللي انت عايزها. مش عايزها تقول له شيلها. طيب الفيو وهنيجي هنا، ده كوبي رايت ليبل لو انت عايز تكتب كوبي رايت زي ما انت عايز،
وتشوف بقى ايه الحاجات اللي انت فعلتها او ما فعلتهاش زي ما انت عايز. يعني على سبيل المثال هقول له انيبل جريد تاني، وبعد كده تقول له بقى انا عايز اطبع الجزء ده من الخريطه. تقدر تعمل لها اكسبورت الملف بي دي اف او لصوره زي ما انت عايز بالاعدادات اللي انت اخترتها. هنا بيقولك انت شايف من يعني ايه الحدود اللي انت المفروض ان انت تشوفها. ممكن تقول له انا عايز حسب لير معينه، تمام، فيبدا يلتزم باللير ديت، او انا عايز انا احدد ارسم انا المسافه اللي انا عايزها بالشكل دوت. السكيل بتاعك ريزوليوشن، تمام، اعلى حاجه او احسن يعني. طبعا لو تقدر تعلي زي ما انت عايز، حتى لو خدتها 100,000 ما عندوش مشكله، لكن هي 300 كويسه. اكتر من كده بيكبر المساحه وبيبقى الفرق مش كبير. يعني هنا لو انت عايز بقى درو انوتيشن، ممكن تشيل اي حاجه بحيث ان انت مش محتاجها في اللوحه بتاعتك، تمام. انا عايز الملف يكون جيو بي دي اف، واقول له سيف، واختار بقى هسيفه فين. يبدأ ان هو يصدر لي الملف. فهي تظهر معنا ملف البي دي اف بالشكل دوت.